لو حبيت اسمرايز التي 1 والتي 2 فاليوز بتاعت التيشوز، هنلاقي عندنا في اللونج تي 1 هنلاقي عندنا الووتر والسي اس اف والحاجات اللي فيها باثولوجي، مثلا زي بعض الاورام، لو في عندي ايديما يعني في عندي تورم في مكان، هلاقي عندي هو بيمثل اللونج تي 1 وفي الوقت نفسه ده بيمثل لي لونج تي 2 برضو. اوكي، يعني معنى كده بتديني سيجنال عاليه لو انا باخد حاجه بتبقى التي 2 بتاعتها تبقى يعني تي 2 ويتد. اوكي، لو انا بتكلم على مثلا حاجه زي الماسلز والجري ماتر والوايت ماتر، الحاجات دي كلها بلاقي ان لها انترميديت فاليوز في التي 1 وفي التي 2. لو بتكلم عن الحاجات اللي فيها الاير، كورتيكال بون، الحاجات اللي فيها كالسيوم كونتنت عالي، الحاجات اللي فيها فايبروسيس، الحاجات التندونز، الحاجات دي كلها هلاقي ان لها لونج تي 1 ولها شورت تي 2. اوكي، لو بتكلم على الفاتس والحاجات اللي فيها بروتينيشيوس سولوشنز، الحاجات اللي فيها بروتين كونتنت عالي، البارامغنيتيك ماتيريال زي بعض الكونتراست ايجنت زي جادولينيوم، الحاجات دي كلها دي بعتبر ان هي او بلاقي ان ليها شورت تي 1 ولها شورت تي 2 في نفس الوقت.